هناخد يعني بريك بريك واحنا شغالين في فكره ان احنا نهدى بقى شويه ونطمن على اسامه. يمكن انفعال برضو الواحد في القرارات اللي كانت حاصله، حابب اطمن على اسامه وحابب اطمنكم عليه، وكمان هحاول انكشه كده في اللي بيحصل، يمكن يكون اكثر هدوءا نتيجه ان هو تعبان. ازيك يا اسامه؟ والله العظيم بجد وحشتني وبجد مفتقدك، والف سلامه عليك حبيبي يا فارس. الله يسلمك، كفيت ووفيت، واعتقد عامل شغل جيد جدا ممتاز كمان مع فريق يا أسامة. اعداده مفتقدك بالتوفيق والله. ومنور حبيبي. والله ربنا يخليك يا رب. واعتقد بعد كل الحالات اللي انت طرحتها دي على المدار الفتره الاخيره سواء مع اللجنه الخماسيه او اللجنه الثلاثيه، فبتؤكد ان فعلا القرار فيه مش ظلم، فيه تسرع. يعني بالظبط في توجه يا أسامة أكيد أنت شايفه تجاه النادي الأهلي، وأكيد شايف إن القرارات اللي حصلت دي كانت مستحقة، والنادي الأهلي بدأ يتحرك بشكل مش تهدئة الجماهير، لا، لأن ده موقف لازم نتضافر فيه كجمهور وإدارة عشان النادي الأهلي ياخد حقوقه. طب يا ابني اطمن عليا الاول. لا، ما أنا قلت لك ألف سلامة، أنا كل شوية أكلمك وأنا سايبك تطلعني حبيبي وحش. حبيبي، ألف لا سلامة لا عليك يا لا، أسامة، وأنا عارف إن ربنا فعلا يخليك. يعني أنت قدها وقدود إنك تعديها بسرعة، الحمد وإن لله شاء الله الحمد لله. الحلقة الجاية تكون موجود هنا، وكالعادة الدويت وباصي وهات وخد الثنائية دي ما نتحرمش منها، لأن هي فعلا بالنسبة لي حاجة خاصة حتى في حياتي على المستوى الشخصي يا أسامة، حبيبي وأنت يا أكيد فارس عارف ربنا كده. يديم دايما الاخوه بينا. حابب بس انا اتكلم بس في نقطه بسيطه، طالما طلبت تعقيب. يعني هم محورين صغيرين جدا، محور فكره اللي بيحصل مع النادي الاهلي او العقوبه اللي خدها محمد الشناوي، دي عقوبه كانت منتظره من يوم 27 نوفمبر 2020 بكل بالظبط تاكيد. يعني هي الفكره كلها عباره عن محاوله رفع الضغوط. يمكن انا وانت كنا في البرنامج وقلنا ما عندناش ادنى مشكله ان نرفع الضغوط على نادي الزمالك والمساعدات اللي تمت من اتحاد الكره، وان احنا بنساهم في ده، واستشهدنا كمان بكابتن امير توفيق. لكن للاسف فكره رفع الضغوط على نادي الزمالك فقط لا غير مش كافيه، فبالتالي نضع ضغوط على النادي الاهلي، وخاصه كمان ضغوط اعلاميه. ويمكن قبل كده استعرضنا الكابتن مدحت شلبي وهو بيتكلم رمضان صبحي، لو انت في النادي بالظبط الاهلي ما كانش ده حصل معاك. بالظبط. النهارده انت بتستعرض صوره واضحه جدا لرمضان صبحي ما خدش عليه اي عقوبه برغم في تقرير الحكم، وما فيش عقوبه، وعقوبه موجوده على الشناوي برغم عدم وجود تقرير الحكم. صحيح فدي نقطه واضحه جدا من الاعلام. المحور الثاني، وده اللي انا بخشى دايما، هي فكره انا مش هنرجع للسيناريو ان شاء الله 2014 2015، ان شاء احنا الله. راجعين لسيناريو 2000 مايو 2019، ثاني تحديدا مايو 2019، لما بيبقى المسؤول عن اداره اللعبه بيضع نفسه منافس مع الانديه المتنافسه على تحقيق البطوله. هي دي الازمه، هي دي الازمه اللي احنا ممكن نواجهها في ازمه محمد الشناوي. اتمنى ده ما يحصلش، إن شاء الله واتمنى من جماهير النادي الاهلي انها تبقى عارفه لو بتوجه ضغط توجهه فين. جماهير النادي الاهلي لازم تكون مسانده لموقف اداره النادي الاهلي واللاعب النادي الاهلي، وان شاء الله أكيد زي ما انت قلت النادي الاهلي مش مستضعف ولن يكون مستضعف، والنادي الاهلي قادر جدا على الحفاظ على حقوقه. أكيد يا وبضم أسامة الصوت لصوتك وبطالب برفع العقوبه عن محمد الشناوي، أسوأ بما حدث مع رمضان صبحي. مش عايز أكيد. اطول عليك اكتر من كده يا فارس. لا، ده انا هستناك بعد الفاصل تيجي تكمل معايا هنا. اشوفك على حبيبي خير ان شاء الله يا اسامه، والف بشكرك سلامه، ومنور وبشكرك جدا ومتألق ومستمتع بيك. حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك، واشوفك على خير ان شاء الله.